الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا بكم في هذا اللقاء العلمي الكبير الذي يعالج موضوعا من أخطر الموضوعات التي تواجه الأمة الإسلامية في وقتها الحاضر. وأود في بداية هذه الجلسة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، صاحب هذا الحفل العلمي والفرح العلمي الذي لا يهم مصر وحدها، وإنما يهم الأمة الإسلامية كلها. وأنا أتصور أن موضوع هذا المؤتمر يعتبر نقطة فاصلة في المفاهيم الإسلامية التي يجب أن يعيها المسلمون الآن، والتي تصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة التي يريد أولئك الذين يركبون الإسلام للوصول إلى مآربهم الخبيثة أن يطوعوها لصالح أفكارهم الدنيئة ومآربهم الخبيثة التي يتاجرون فيها بالدين، والدين منهم ومما يروجون براء. عقد المواطنة عقد بيرسخ لفكرة إسلامية صحيحة، وهو أن الوطن حقيقة شرعية وواقعية. حقيقة شرعية بمعنى أنه يقوم على أسس شرعية متينة وواضحة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حقائق الإسلام التي انعقد عليها إجماع علماء الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن عقد المواطنة يصحح في الأفكار معنى ينظم طريقة التعامل مع حق الله عز وجل. علماء أصول الفقه عندما قسموا الحقوق قسموها إلى حق خاص وإلى حق عام، وقالوا إن الحق العام هو الذي يتعلق به النفع العام للناس جميعا من غير اختصاص بأحد، وأن هذا الحق يتعلق بجناب الله عز وجل. ولذلك كان من الواجب أن تحدد معالم هذا الحق حتى يحترم ولا يترك نهبا للتفسيرات المختلفة وللمآرب المتعددة ليتخطف منه من يريد أن يتخطف ما يشاء. حق الله كان ولا يزال محل طمع من كثير ممن لا يحترمون الحق العام أو لا يحترمون حق الله تبارك وتعالى. فتأصيل هذا الحق من خلال الدولة الوطنية أو عقد المواطنة، تأصيل هذا العقد وبيان الحقوق والواجبات التي تترتب عليه، يعتبر ذلك من أهم الموضوعات التي يجب أن يعنى بها المسلمون، والتي يجب أن نعيها في مؤتمرنا هذا حتى نخرج بفكرة واضحة عنه. الأمر الثاني الذي أود أن أذكر به قبل أن أعطي الكلمة للأساتذة الكرام الذين يجلسون على هذه المنصة، أن هذا العقد، عقد المواطنة أو فكرة الدولة الوطنية، تصحح مفهوم ركبه المتطرفون للإفساد في الأرض، وأنهم روجوا لفكرة أن الأصل في الإسلام هو الحرب، أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم. بدأت الفكرة، هل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هي السلام أم الحرب؟ الفكرة عندهم أنها هي الحرب، وأن المسلمين يجب عليهم أن يتركوا كل شيء ولا يعنوا بأمر إلا أن يقفزوا الحدود ويعبروا البحور والفيافي والقفار ليقتلوا عباد الله ويخربوا في أرض الله حتى يرفعوا راية الإسلام. دي الفكرة اللي في ذهنه، الأصل في الإسلام هو الحرب. فإذا ما جئت لهم بهذه الفكرة وقلت لهم
إن الدولة الوطنية هي أساس شرعي، وهي الفكرة التي تحمي الحق العام وتحمي الحق الخاص وتحمي قيم الدين وتحمي كل مبادئ السماء، استنكفوا عن هذا الأمر ويسخرون. ولعلنا سمعنا في الجلسة السابقة ما قاله أحد هؤلاء المخرفين المخربين حين هزأ بمصر، وقال ما لا يستطيع الإنسان أن يردده عن هذا الإنسان أو أمثاله ممن يؤمنون بهذا الفكر الإرهابي المتطرف الجهول الذي لا يحترم دينا ولا يحترم وطنا ولا يحترم قيمة. فالحقيقة الموضوع في غاية الأهمية، وأنا لا أريد أن أخذ وقتا كثيرا في هذا التقديم، وإنما أود أن أنوه إلى أن موضوعنا في هذه الجلسة هو عقد المواطنة، الحقوق والواجبات. وأسعد أن يكون المتحدثون في هذه الجلسة سيد اللواء أركان حرب أيمن عز الدين حشيش من مصر، وهو ممثل القوات المسلحة في هذا المؤتمر، فأهلا به وسهلا. كذلك أيضا يشرفنا الدكتور مقدم محمد عادل من مصر، وهو ممثل وزارة الداخلية بالمؤتمر، فأهلا به وسهلا. وكذلك معنا الدكتور وجدي زين الدين من مصر، وهو رئيس تحرير جريدة الوفد. ومعنا أيضا عالم جليل من ماليزيا، والسيد الدكتور لقمان عبد الله. وأيضا معنا الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل من مصر، وهو عبيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر. وبناء على الترتيب الوارد في جدول المؤتمر، فإنني أبدأ بما بدأ به هذا الجدول بسيادة اللواء أركان حرب الأستاذ أيمن عز الدين حشيش، وهو كما قلت في التعريف ممثل القوات المسلحة التي نفخر بها ونشرف ونعتز بمنتسبيها وما يقدمونه من أجل هذا الوطن من تضحيات ومن أعمال جليلة تفيد الناس في دينهم ودنياهم. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي فرد في المجتمع بيصبح مواطن إذا تشبع بالحس الوطني، ويعد هذا هو هدف أي دولة تجاه أفراد شعبها. من أجل ذلك بتتدخل كافة مؤسسات المجتمع الرسمية منها وغير الرسمية، مستخدمة جميع وسائلها لترسيخ قيم المواطنة. من هنا وجب الشكر لوزارة الأوقاف والقائمين عليها على اختيار موضوع لترسيخ المواطنة، هذا الموضوع العبقري لما له من أهمية في رفعة أمتنا الإسلامية. مبدأ حديثي بالتأكيد على أن المواطنة بتعد علاقة متبادلة بين الأفراد والدولة التي ينتمون إليها. تكفل الدولة بموجب هذه العلاقة للمواطن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفرض عليه حزمة من الالتزامات بما يؤدي إلى إشباع الحاجات الأساسية للفرد حتى لا ينشغل بمصالحه الشخصية عن المصلحة العامة. أما قيم المواطنة التي ندعو إلى ترسيخها، فهي مجموعة من المبادئ تحكم علاقة الفرد بمجتمعه، فتنمي داخله الحس الوطني والانتماء، فيستشعر المسؤولية تجاه مجتمعه، مغلبا هذه المسؤولية على أي اختلافات ثقافية أو عرقية. إذا كنا بنقول إن الفرد هو العنصر الأساسي في بناء المجتمع، وكلما كان هذا العنصر قوي كان المجتمع قوي في حاضره ومستقبله، فإن هذا الفرد بينشأ في الأسرة اللي بتلعب أهم الأدوار وأقواها تأثيرا في حياته، حيث أنها بتحتضنه منذ بداية حياته ونعومة أظافره، فتقوم بتشكيل سلوكه ومقومات شخصيته وتزويده بقيم ومعتقدات مجتمعه. لكن هذا الفرد لما بيبلغ مرحلة الشباب وبيكون في أوج طاقته وقدرته الجسمانية، فبيبتدي ينتقل للخدمة العسكرية، ويبتدي يدخل مجتمع جديد هو المجتمع العسكري، وبيكون مطالب ان هو بيترك أسرته وبيترك مجتمعه المدني، وبيكون ملزم بالتكيف مع هذا المجتمع والقيام بدوره داخل هذا المجتمع. المجتمع العسكري بينفرد بخصائص معينة بتميزه عن باقي الأنساق الاجتماعية الأخرى، فهو مجتمع غير ملازم لطبيعة المجتمعات الأخرى. المجتمع العسكري هو تكوين صناعي يمكن تشكيله وتغييره طبقا لمصلحة الوطن، وهو مجتمع منظم منضبط متدرج في تنظيمه بدقة عالية تسمح للقائد بالسيطرة على أفراده ومتابعة سلوكهم.
الأفراد داخل المجتمع العسكري بيرتادوا زي واحد لا يميزهم عن بعضهم البعض سوى الأقدمية العامة للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة. بيتساووا في الحقوق، بيؤدوا ما عليهم من واجبات بصرف النظر عن ما يعتنقونه من دين أو ما يمتلكونه من ثقافة أو ما يقطنون في ريف أو حضر أو ما يتمتعون به من تعليم. فقط الالتزام الوطني الأخلاقي هو الفاعل والمفعل لمنظومة الحقوق والواجبات. أيضا بيتسم هذا المجتمع بتغليب المصلحة العامة على المنافع الشخصية والالتزام بمبادئ الأخلاق والانضباط والعمل بروح الجماعة والمشاركة في أداء الواجبات. كما يتسم المجتمع العسكري بنبذ الغلو الديني وتجاهل أي اختلافات دينية أو ثقافية بين الأفراد، فضلا عن أن طبيعة التدريبات العملية منها والنظرية داخل المجتمع العسكري بتغرس داخل الفرد حب الأرض اللي بيعيش عليها وينتمي إليها، وبتحث على أن يكون له دور فاعل في بناء وطنه وحمايته، بل والتضحية بحياته من أجله. لهذه الأسباب احنا لو أعرابي من الصحراء دخل المجتمع العسكري وعاش فيه بهذه السمات أكيد هيخرج منه مواطن من الطراز الأول. بيزيد عن كده بقى في عندنا هنا في مصر، أن الدستور المصري بيمدد دور القوات المسلحة في ترسيخ المواطنة لتشمل المجتمع المدني، فتعدى دور القوات المسلحة إلى مشاركة الدولة في مشروعات التنمية والتدخل بقوة لمنع احتكار السلع بما يحقق احتياجات المواطنين بكافة عقائدهم الدينية ومعتقداتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية. ده جه في المادة 200 من الدستور المصري اللي بتنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. المادة دي بتوضح دور القوات المسلحة في تحقيق البيئة الاستراتيجية للمواطنة، ولعل إن مشاركة أفراد القوات المسلحة في شؤون مجتمعهم وتحقيق نهضته بيعد نموذج واضح عن ترسيخ قيم المواطنة في نفوذ هؤلاء الأفراد، وده ظهر جليا في أنشطة القوات المسلحة في التنمية، وآخرها كان في أزمة الكوفيد 19 في الكورونا لما نزل أفراد القوات المسلحة للشوارع وكانوا بيطهروا وبيشاركوا في التطهير، فتطهير مجتمعهم وتطهير الأماكن العبادة. ده ترسيخ عملي لقيم المواطنة داخل نفس الفرد في المجتمع العسكري. أخيرا أنا عايز أأكد أن القوات المسلحة بتستوعب مشاركة كل أفراد المجتمع في بنية جيش قوي بيدافع عن الدولة ويشارك في خطط التنمية، وتستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات أساسية في المواطن بتجعل منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة. والقوات المسلحة بما تقوم به من تجنيد لملايين الشباب وظهرهم في بوتقة واحدة ملؤها الولاء للوطن، فهي تمثل الرافد الرئيسي لإمداد الدولة بالمواطن الصالح الذي يمثل الداعم الأكبر لخطط التنمية، وهي بذلك تقوم بدور رائد نحو استقرار الداخل وتوفير المناخ المناسب للتنمية، فضلا عن دورها الأساسي في حماية الوطن. شكرا يا فندم. شكرا سيادة اللواء أيمن. أحد أن ينكره في بناء هذا البلد وفي إنقاذه من مخاطر الإرهاب ومن المخاطر التي حلت به في الفترة الأخيرة حين حاول الإرهابيون أن يسيطروا عليه وأن يثيروا الفوضى فيه، فبفضل الله تبارك وتعالى وبفضل القوات المسلحة أنقذ هذا البلد من هذا الخطر الذي أودى بكثير من البلاد حولنا وترك فيها عطبا كثيرا، فالحمد لله الذي نجانا مما كان يراد بنا. ويجب أن نذكر الفضل لأهله وأن ننسبه إليهم، والقوات المسلحة نحن نحترم دورها ونقدره ونعتز به ونفخر في كل وقت بما قدموه في السلم وفي الحرب وفي بناء هذا البلد. بس أنا الحقيقة أريد أن أنبه إلى أن العقد رغم أن الواجبات في القوات المسلحة يأتي الالتزام بها تباعا على كل فرد عندما يأتي دوره في الخدمة، إلا أن العقد يبقى موجودا كالتزام الدفاع عن الوطن.
حين يصل الإنسان إلى السن التي يجب عليه أن ينخرط في سلك الدفاع وفي سلك الجندية، هذا دور بيسموه الحق التداولي، أن كل إنسان يصل إلى مرحلة التجنيد يجب عليه أن يؤدي دوره في إطار عقد المواطنة. عقد المواطنة من أهم الواجبات التي يلقيها على عاتق أبناء الوطن أن يدافعوا عن هذا الوطن من المخاطر، وأن ينضموا إلى القوات المسلحة، وأن يشرفوا بهذا النسب الشريف. شكرا لسيادة اللواء على هذا البيان الواضح في وهذه المداخلة الطيبة. الكلمة الآن لسيادة الدكتور المقدم محمد عادل من مصر، وممثل وزارة الداخلية بالمؤتمر، فأهلا به وسهلا، تفضل. مشكور. أهلا بحضرتك وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية لسيادته وإعطاء الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. السيد الأستاذ الجليل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السيدات والسادة الحضور، إنه لشرف عظيم لي أن أشارك اليوم في فعاليات ذلك الملتقى العلمي المرتقب الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ذلك الملتقى الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، التي بذلت وما زالت تبذل في هذا المضمار جهودا حثيثة صادقة لدعم وترسيخ حقوق المواطنة، لتكون نموذجا على أرض الواقع يشهد له القاصي والداني. السيدات والسادة الحضور، ببالغ السعادة أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والاحترام لمعالي السيد الوزير محمود توفيق وزير الداخلية على كريم موافقته على مشاركة ذلك الملتقى العلمي الهام، إيمانا من سيادته بأهمية دور وزارة الداخلية في دعم وترسيخ حقوق المواطنة التي تؤكدها الإنجازات وأوجه التطوير المستمر التي تسهم دون أدنى شك في ترسيخ ودعم حقوق المواطنة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وصون كرامته. وحيث أن التنمية والأمن وجهان لعملة واحدة، فإنني أنتهز تلك المناسبة لأتقدم بخالص التحية والتقدير والاحترام لجناحي الأمن، رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بكل غال ونفيس لحماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. السيدات والسادة الحضور، وإنه لمن يمن الطالع أن ينعقد ذلك المؤتمر وقد خطت مصر خطوات جادة نحو صياغة مستقبل واعد للمواطن المصري في الجمهورية الجديدة التي تمنينا العيش بها، تلك الجمهورية التي تدعم إرادة المرأة وصحتها، والتي تعني بتمكين الشباب، والتي يفخر بها ذوي الهمم بأنفسهم، ويطبق فيها مفهوم العدالة الاجتماعية في شكل قرارات ومبادرات رئاسية عديدة وشبكة أمان اجتماعي قوية جاءت ضمن خطة إصلاح اقتصادي شامل ساعد على تجاوز كثير من الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم بفعل انتشار جائحة كورونا. لقد تحققت أرقاما قياسية غير مسبوقة على كافة الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، فالمبادرات الرئاسية شاهدة على ذلك، والتي تتمحور حول توفير حياة كريمة للمواطن المصري. وعلى سبيل المثال إلى الحصر، انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلاق حملة 100 مليون صحة فضلاً عن المشروعات العملاقة في جميع محافظات الجمهورية. إنها مسيرة على الطريق الصحيح لتحقيق الآمال والطموحات والتطلعات والأهداف. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم لحضراتكم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام على حسن الاستماع، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وحضراتكم من كل مكروه وسوء. والآن يسعدني أن أقدم لحضراتكم نبذة مختصرة عن ورقة العمل التي شرفت بتقديمها للمؤتمر، وهي بعنوان دور الأمن في تحقيق عقد المواطنة. حماية حق المواطنة وحماية للوجود الإنساني وحماية للحياة بأكملها،
ولعل مفهوم المواطنة من أكثر المصطلحات حاجة للإثارة والمدارسة والفهم، ذلك لأن الانتماء حاجة متأصلة في طبيعة النفس البشرية. إنسان من غير وطن تائه، والوطن من غير إنسان مهجور لا معنى له. ومن هنا قمت بتقسيم الورقة البحثية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول أتحدث فيه عن مفهوم المواطنة وتطورها التاريخي، مفهوم الأمن وعلاقته بحق المواطنة، التحديات الداخلية والخارجية المعاصرة لحق المواطنة. ثم في الجزء الثاني تناولت أطر حماية الحق في المواطنة في ضوء حقوق الإنسان، وهو الإطار الدولي لحماية حق المواطنة، الإطار الإقليمي لحماية حق المواطنة في ضوء حقوق الإنسان، الحماية القانونية للمواطنة وحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية. آخر جزء في خطة البحث تحدثت عن أهم ضمانات حقوق الإنسان وحق المواطنة، جهود أجهزة الدولة في دعم وترسيخ حق المواطنة في ضوء حقوق الإنسان، جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة لحماية حق المواطنة في ضوء حقوق الإنسان. توصلت الخطة البحثية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها في عجالة. في ضوء ما نص عليه الدستور في المادة الأولى منه بشأن حق المواطنة، يقترح صياغة وثيقة تختص بالتعريف بالمواطنة الأساسية التي كفلها الدستور والقانون تكون في متناول جميع طوائف الشعب المصري. التنسيق مع الوزارات المختلفة لعقد مؤتمر دوري سنوي، وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية لتدارس أهم التطورات الدولية المتصلة بمفهوم المواطنة، وذلك بهدف تحقيق حوار مجتمعي ومشاركة المجتمع المدني المصري لإسراء توجهات مصر في تعظيم حقوق الإنسان وترسيخ وتدعيم المواطنة، استحداث مقررات وأبحاث في حماية حق المواطنة لطلبة كلية الشرطة ومعاهد التدريب الأمنية المختلفة والمعاهد المختلفة، تبني سياسة إعلامية مدروسة وتزويد الأجهزة الإعلامية بالمعلومات عن العمل الأمني بصفة عامة وجهود الأمن في تدعيم وترسيخ حق المواطنة، ضرورة القضاء على العشوائيات واستكمال المبادرة الرئاسية العظيمة حياة كريمة، تحديث البنية الثقافية وتوعية المواطنين في المناطق النائية والقرى والنجوع بحق المواطنة، وأخيرا ضرورة استحداث أبحاث ورسائل دكتوراه عن طريق تشجيع البحث العلمي على مستوى الجامعات والمعاهد والكليات الأمنية على المستوى الوطني والعربي وعلى المستوى الدولي في استحداث وتطوير الآليات. وأشكر سيادتكم حسن الاستماع وشكرا لكم. ممثل وزارة الداخلية على هذا على هذه الكلمة الطيبة التي بيّنت دور الأمن في حماية أو تأكيد وترسيخ عقد المواطنة. ولا شك أن ما قاله يمثل حقيقة واقعية ويمثل أيضا حقيقة شرعية، لأن الأمن هو أساس حفظ مقومات أديان السماء. أديان السماء ما نزلت إلا لحماية الدين وحماية النفس وحماية العرض وحماية المال، حماية المقومات التي لا يمكن أن تقوم الحياة إلا بها. ولا شك أن الأمن هو الأساس في قيام هذه الأمور. لولا الأمن ما استطاع الناس أن يعبدوا ربهم أو أن يصلوا إلى المسجد أو إلى الكنيسة أو أن يحمى قرآن أو إنجيل أو أي قيمة دينية يمكن أن تحمى، ستنتهك ممن لا يؤمنون بقيمة الوطن أو ممن يريدون أن ينتهكوا حرمات الوطن. بدون الأمن لا يمكن أن تحمى الدماء، بدون الأمن لا يمكن أن تحمى الأعراض، بدون الأمن لا يمكن أن تحمى الأموال. فالأمن هو الركيزة التي تحمي مقومات أديان السماء. هذه حقيقة لا مجاملة فيها ولا مبالغة. وبالتالي لما الرسول عليه الصلاة والسلام بشر أولئك الذين يقومون على أمن البلاد في الجيش وفي الشرطة، بشرهم بأن عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه البشرى النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم
مكافأة لهذا العمل الذي يقيم مقاصد الأديان في حياة الناس. ولا شك أن وطنا بلا أمن لا يمكن أن تحفظ فيه مقومات الأديان، فالأمن هو الأساس في حفظ مقومات أديان السماء. والحقيقة أنا أود بالنسبة لما قاله سيادة المقدم عن جهود وزارة الداخلية، يعني أنا كان لي الشرف من حوالي يومين أن احنا كنا في زيارة المركز التأهيل والحماية المجتمعية في وادي النطرو. والله مفخرة أقامتها وزارة الداخلية على أرض مصر، يعني لا توجد كلمة أو عبارة يمكن أن تصف ما رآه الإنسان من تحضر يفوق ما يحدث في أرقى بلاد العالم. الحقيقة يعني ربما توجد الحقائق ولا توجد الكلمات التي كان الناس فيما مضى يتكلمون كثيرا، وكان ما يحدث على الأرض أقل مما يتكلم به. أنا فيه إنجازات الآن بتحدث على أرض مصر، أرض مصر الجديدة، ومنها هذا الإنجاز الذي رأيناه فيما يتعلق بالحماية المجتمعية، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بحقوق الكرامة الإنسانية للمحكوم عليهم في عقوبات جنائية والذين ينفذون أحكام صدرت من القضاء عليهم. الحقيقة قمة التحضر الإنساني، وأنا أتمنى والله أن يرى العالم ليرى ما تفعله مصر على أرضها من خلال هذه الإنجازات الحضارية الإنسانية التي تقيمها وزارة الداخلية، والتي أيضا يقيمها جيشنا على طبعا ما يقيمه الجيش معروف ومرئي للجميع، لكن جهود وزارة الداخلية تحتاج إلى أن يراها الناس. فالحقيقة نحن نبارك هذه الأعمال ونثني عليها، وندعو الله أن يكلل القائمين عليها بالنجاح والتوفيق، وأن يجزيهم عما يقدمون خير الجزاء. شكرا سيادة الدكتور المقدم، والكلمة الآن للدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم. الحقيقة أن الاهتمام بالمواطنة أو عقد المواطنة كان من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أن الاهتمام بفكرة المواطنة هي السلاح القوي والحائط المنيع ضد كل من تسول له نفسه أن يعتدي على أمن البلاد والعباد. فالحقيقة أنا بتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه البالغ والشديد بفكرة المواطنة. الأمر الثاني، أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ أيضا بعقد هذا المؤتمر الذي يتحدث عن المواطنة. والحقيقة أن فكرة المواطنة هي سلاح فتاك وقوي جدا ضد كل من تسول له نفسه أن ينال من أمن البلاد والعباد. ولذلك عملية الانهيارات التي حدثت في البلدان المجاورة زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، كل هذه الأمور كانت بسبب ضرب فكرة المواطنة. لو أن فكرة المواطنة كانت قوية ومتينة في هذه البلدان ما سقطت هذه البلدان فيما تعانيه الآن من كوارث حقيقية. ولذلك كانت نظرة الدولة المصرية أو الدولة الوطنية المصرية كانت نظرة شاملة وواعية ومهمة جدا في عملية المواطنة. الحقيقة أن مصر تفعل المواطنة تفعيلا قويا. المواطنة تصد النعرات الطائفية، تصد النعرات المذهبية. هذه النعرات عندما تتأجج داخل أي مجتمع مش بتفسده، بتجعله ينهار ويسقط. ومن نعم الله في مصر أن الدولة الوطنية المصرية منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن تقوم بتفعيل عظيم لفكرة المواطنة.
هذه الفكرة زي ما أنا قلت هي الصد، حائط صد منيع ضد كل من تسول له نفسه أن تسقط البلاد. وبالتالي كان الاهتمام الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاهتمام أيضا من معالي الوزير محمد مختار جمعة. الحقيقة أن فكرة المواطنة هي فكرة لا تروج على الإطلاق للجماعات الإرهابية بكل أطيافها وبكل أنواعها، لأن فكرة المواطنة تعني وحدة البلاد، وتعني أيضا عدم تقسيم البلاد، وتعني أيضا منع تأجيج الصراعات الحزبية أو النعرات الطائفية. وبالتالي كان من المهم جدا أن يعقد هذا المؤتمر الذي يتحدث عن المواطنة. والحقيقة أيضا قبل أن أتدخل في البحث المقدم في هذا المؤتمر، أن لازم يكون هناك دور فعال ومهم لجميع وسائل الإعلام. وسائل الإعلام بصفة واحد من الصحفيين أو واحد من الكتاب، لابد أن يكون هناك اهتمام بالغ وشديد لتعزيز فكرة المواطنة. والحقيقة يجب على كل من يعمل في المجال الإعلامي، سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين في الفضائيات والتلفزيون وخلافه، أن يركزوا تركيزا شديدا على عملية المواطنة، لأن عملية المواطنة هي الدرع الذي يحمي هذا البلد من أي شر، بل هو الدرع الواقي ضد كل من تسول له نفسه أن ينال من وطننا العزيز. الأمر الآخر، المواطنة ليست بدعة جديدة على الإسلام، وده فكرة البحث اللي أنا تقدمت بيه للمؤتمر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة أقام مجتمعا عبقريا حقق فيه فكرة المواطنة. وفكرة المواطنة ظهر ذلك من خلال أمور كثيرة جدا، ميثاق المدينة، والذي يعد أول دستور في الإسلام بيتحدث عن فكرة المواطنة. المدينة المنورة كان فيها يهود، وكان فيها مهاجرين، وفيها أنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي فكرة البحث اللي أنا مقدمه، أقام مجتمعا مدنيا عظيما قائم ويتركز على فكرة المواطنة. طيب هل إحنا الآن بعد مرور هذا الوقت كله، هل إحنا بننفذ فكرة المواطنة التنفيذ الصحيح؟ أنا من وجهة نظر الشديدة أن مصر حاليا تقوم بتنفيذ عقد المواطنة من خلال أمور كثيرة جدا، وهي فحوى البحث المقدم في المؤتمر. قيم المواطنة الصالحة بتجعل كل فرد عضو صالح في مجتمعه، وده اللي مصر الآن حريصة على تنفيذه. من قيم المواطنة أيضا بناء العلاقة الإيجابية بين الحاكم والمحكوم، وده فعلا الآن تقوم بتنفيذه مصر، وكلنا من خلال الإنجازات التي تتم على الأرض بعد ثورة 30 يونيو وتنفيذ المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤصل تأصيلا كبيرا لفكرة المواطنة. من قيم المواطنة أيضا احترام النظام والقانون. الآن مصر دولة قانونية 100%، القانون يطبق على الجميع بلا استثناء. الأمر الآخر، من قيم المواطنة أيضا في العهد النبوي التعايش السلمي بين جميع الأفراد، وده يتحقق على أرض مصر الآن تحققا شاملا وكبيرا. كذلك من قيم المواطنة تحقيق المحبة والتآلف والتكاتف بين أفراد المجتمع، وده شهدناه من خلال جيش مصر وشرطتها المدنية وتكاتف الشعب مع الجيش والشرطة في الكثير من الأمور. من مبادئ المواطنة أيضا التكافل الاجتماعي،
والدولة المصرية، والدولة المصرية حاليا تقوم بهذه المسألة على خير ما يجب. أيضا من قيم المواطنة أيضا بناء العلاقات الإنسانية الراقية من خلال الحقوق والواجبات بين جميع الأفراد. من قيم المواطنة أيضا الاهتمام بالأسرة، وده برضو الدولة المصرية بتهتم به اهتمام بالغ وكبير. من قيم المواطنة أيضا التخلق بالأخلاق الحميدة، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال أعمال كثيرة يعني يطول شرحها. أيضا من قيم المواطنة كذلك تحمل المسؤولية. كلنا يعلم أن الدولة الوطنية المصرية بعد 30/6 يعني نهضت في أمور كثيرة جدا، ووجدنا الشباب والمرأة بيتم التمكين لهم بشكل قوي وواضح وصريح. كل دي من قيم المواطنة. من قيم المواطنة أيضا العمل التطوعي، وده برضو الآن مصر تقوم به بشكل واضح وصريح. من قيم المواطنة أيضا، ودي مسألة في منتهى الأهمية، التحلي بالوسطية والاعتدال. الحقيقة أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء يتحلون بوسطية رائعة، يتحلون باعتدال رائع، وبيتم تصدير هذا المشهد للعالم أجمع. هذه نبذة سريعة عن فحوى البحث، وأعتقد أن البحث موجود عند الجميع، لكن أنا حبيت أعمل عملية ربط ما في العهد النبوي تحديدا في المدينة المنورة وميثاق المدينة التي تم وضعه وما يحدث الآن في مصر. فمصر بعد المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي تقوم بتنفيذ عقد المواطنة 100%. وشكرا جزيلا. شكرا للدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بيّن فيها كثيرا من جوانب المواطنة، والمواطنة هي محل عقد المواطنة، أو يعني هي محل العقد، أو هي يعني موضوع الالتزام الذي يقع بين أطراف هذا العقد، ومن خلاله تتحقق الالتزامات التي تفضل سيادته ببيانها في هذه الكلمات الطيبة. فشكر الله له هذا البيان الواضح فيما قاله وفيما بينه. أنا بس بنبه للمداخلات إذا كان أحد يريد أن يتدخل في ما حدث من مقالات أو من كلمات ألقيت من السادة المتحدثين، ممكن يعني يبعث لنا بس التساؤل بتاعه علشان نقدر نحصي عدد المتدخلين ونحدد الوقت اللازم لضبط إلقاء هذه الكلمات. بقي من هذه الجلسة كلمتان، كلمة للسيد الأستاذ الدكتور لقمان عبد الله مفتي ماليزيا، والأستاذ الدكتور عوض إسماعيل من مصر. فنبدأ بالسيد الأستاذ الدكتور لقمان عبد الله مفتي ماليزيا ليلقي كلمته في هذه الجلسة، فليتفضل مشكورا. تفضل يا دكتور عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا لرئيس فضيلة الدكتور رئيس الجلسة الدكتور عبد الله النجار، كما أشكر بداية لفضيلة سعادة الوزير الدكتور الشيخ محمد مختار جمعان على دعوته إلى ماليزيا للمشاركة في هذا المؤتمر العظيم. وإن دل على شيء وهو على العلاقة الطيبة بين مصر أم الدنيا وماليزيا ابنها. وأنا الوحيد في هذا المنصة الغير الناطقين باللغة العربية، وأنا أحاول. المواطنة، أريد أن أشارك معكم تجربتنا في ماليزيا في القيم المواطنة التي عملناها في ماليزيا. وأنا أود أن أقول نحن ناجحين في غرس القيم المواطنة في بلادنا. وفي هذا الوقت القصير يمكن أن أشير إلى
قضية واحدة وهو التعايش بين المسلمين والمسلمين من ضمن عقل المواطنة الموجودة في بلادنا ماليزيا. نحن حصلنا استقلالنا في 1957. قبل الاستقلال نحن ماليزيون ملويون، ولما يأتي المستعمرون البريطانيون هم أحضروا إلينا الصينيون والهندوس من الصين ومن الهند بسبب باعث اقتصادي. ثم بعد حصل الاستقلال هذا الصينيون والبوذيون مكثوا معنا، واتفقنا معهم بأننا سنعطي لهم حق الإقامة وحق الاستيطان بشروط، فهذا معروف عندنا بالعقد الاجتماعي social contract بيننا الملويين المسلمين والصينيين والهنود والبوز في بلادنا. فمن مما اتفقنا في هذه العقد الاجتماعي هو أنهم ينبغي أن يخضعوا لقانون الموجود لدينا في ماليزيا في أرضنا ماليزيا. فقانوننا يقول أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، لازم أن يقبلوا هذا. وقانوننا يقول أن للمسلمين والمليويين له خصائص معينة وله مميزات معينة وله حظوظ معينة في بلادنا، إن يقبلوا هذا فنحن نقبلهم ونعطي لهم الإقامة والاستيطان في بلادنا. إذن المواطنة، التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في بلادنا على أساس أنهم يخضعوا للقانون والدستورنا الموجود في بلادنا. إذن إذا تكلمنا عن المواطنة فلا بد لكل أفراد البلد ولكل أفراد الولاية أن يخضعوا لقانون المعمول في البلاد. هذا أساس المواطنة قبل أن يأتي بعد هذا الكيام أخرى الموجود كما تفضل بذكره الدكتور وجد زين الدين قبل هذا. إذن هذه تجربتنا في ماليزيا وقد نجحنا في هذا، وحتى الآن عددنا في ماليزيا المسلمون، نحن الأغلبية يعني المسلمون حال 62%، والباقون بوذيون ومسيحيون وهندوس وديانة أخرى موجودة لدينا. إذا الباقون هذه حول 38% غير المسلمين، ولكن اتفقنا بأننا نعيش عيشة هنية، عيشة سليمة، محتكما إلى القانون في دستورنا الذي طبقنا في ماليزيا. فقانوننا يقول الدستور الماليزي يكفل الحرية الدينية، تنص المادة 11 في القانون على أن لكل شخص الحق في ممارسة الشعائر الدينية ونشرها مع مراعاة القوانين المعمول بها والتي تقيد التبشير بالديانات الأخرى للمسلمين. وينص الدستور أيضا على أن الإسلام هو دين البلد، لكن يمكن للديانات الأخرى ممارسة شعائرها بسلام. هذا موجود في قانون مادة 3. إذن تاريخ ماليزيا يشهد أن العلاقات بين الأديان والثقافات تمتاز بالتسامح، ولكل من الأديان لها عيد وطني. ولكن لماذا نحن نتمتع بهذه العلاقات الجيدة بين الأديان؟ لأن كل منا يخضع لما قد اتفقنا في قانوننا أنهم يعترفون بأن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وله خصائص كثيرة وأهل مميزات ولحظوظ معينة يؤتيها القانون للمسلمين. ولذلك الصينيون والبوذيون والهنود نعطي لهم
حقوق الإقامة وحقوق الاستيطانة على هذا الأساس. ولهذا أنا أقول في المواطنة شيء مهم جدا أن يخضع كل فرد من أفرادها أن يخضع لهذا القانون. إذن في مصر أيضا وفي كل بلاد موجود في العالم له قانون معين، له قانون معمول به، ولذلك يجب لكل فرد من تلك البلدان أن يخضع لهذا القانون. إذن الخضوع للقانون هو الأساس في المواطنة بين أفراد والشؤون في تلك البلاد. إذن هذه تجربتنا في ماليزيا وقد نجحنا في هذا، ونقول بصراحة ونعتز بهذه ما قد طبقنا في بلادنا، وهذا ما نقول بعقل المواطنة، أو ممكن نقول فقه المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين وبين الشعوب والأفراد لتلك لبلادنا ماليزيا. وهذا النقطة التي نريد أن نقدمها في هذا الوقت اليسير، ولا أطيل عليكم الكلام، وشكرا جزيلا. فكر في حماية حقوق المواطنة واحد في كل الدول الإسلامية، وأكاد أزعم أنه في كل دول العالم. حقوق الواجبات تجاه الدولة محددة ومعروفة. صحيح قد تختلف المعايير في تقرير هذه الحقوق والواجبات من دولة إلى أخرى، إلا أن الإطار العام لهذه الحقوق هي تكاد تكون واحدة، فهي حق عام، حق دولي، حق إنساني موجود في كل دول العالم. ولا يخفى علينا أن ماليزيا تقع في أطراف العالم الشرقي، ومع ذلك فمن خلال ما عرضه معالي المفتي الدكتور لقمان لا نجد أنها بعيدة عما نؤمن به وما نردده في مصر وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي، بل أيضا من البلاد الغير الإسلامية. شكر الله الأستاذ الدكتور لقمان عبد الله مفتي ماليزيا على هذه الكلمة. وبقيت الكلمة، أنا برضو لي كلمة بس، فحابب مش هقول بقى المتحدث الأخير، لأن أنا برضو من حقي، أنا رئيس الجلسة برضو ولي حق أن أنا أخذ امتيازات يعني قد تفوق. فالدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر يلقي كلمته، وبعد كده أنا برضو مش يعني لن أكون رئيس جلسة طماعا في وقته، ولكن سأعتذر إن شاء الله وأقدم بس فكرة عن الكلمة التي كتبتها في هذا المؤتمر. تفضل يا دكتور عوض. شكرا لك أستاذنا دكتور عبد الله، وبارك الله فيك رئيس الجلسة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، المنصة الكريمة، السيدات والسادة، علماء ودعاة ومفكرين ومثقفين، ضيوف مصر المحروسة الآمنة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتستمر وزارة الأوقاف المصرية ممثلة في وزيرها الهمام الدؤوب في إتحافنا بهذه العناوين الرائعة الرائقة، لتكون مادة للبحث والمناقشة من علماء الأمة ومفكريها ومثقفيها على مستوى العالم الإسلامي كله. فكان هذا العنوان الدقيق عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. ومن وراء السيد معالي وزير الأوقاف قيادة سياسية راشدة ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم وترعى مثل هذه المؤتمرات الداعية إلى تحقيق آمال الشعوب والأوطان أمنا وأمانا وتقدما ورخاء وحراسة من كل ما يعكر صفو استقرارها وسلامتها. الحضور الكريم، إن الوطن هو المكان الذي يحمل مع الإنسان في ذاكرته حياته كلها، آمالا وآلاما وأفراحا وأتراحا، فهو يقوم مقام ذاكرة أخرى للإنسان
ولكنها ذاكرة حية واقعية مرئية حفرت في نفسه أحداث حياته كلها حفرة. ومن هنا كانت العلاقة بين الإنسان السوي ووطنه قائمة على الحب والحنين والانتماء، ولا يفرط في هذه العلاقة الراقية إلا كل جهول أحمق. وهذه العلاقة الراقية، علاقة الحب والحنين، فطرة مركوزة في كل الكائنات الحية، فالحيوانات والبهائم أعزكم الله تحن إلى حضائرها وبيوتها، والطيور تحن إلى أوكارها وعشاشها، حتى الحشرات والآفات تحن إلى جحورها وأنفاقها. والإنسان الذي كرمه ربه جل وعلا ليس بدعا من هذه المخلوقات، فصاحب الفطرة السليمة القويمة يحن إلى وطنه بيتا فحيا فقرية فمدينة فوطنا أكبر يحوي الجميع ويظلهم. وقد سجل تاريخ الأدب العربي ما تغنى به الشعراء في أوطانهم ومراتع حياتهم، على الرغم من أن حياتهم كانت حياة التنقل حيث الكلأ والعشب والمرعى. وإن المتأمل في جوهر الرسالة المحمدية يجدها تتسق تماما في هذا الإطار مع الفطرة الإنسانية، فهو القرآن الكريم محدث عن إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه جل وعلا بالأمن والرزق لأهله الذين اختار لهم الله مكة وطنا، فقال تعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي سورة البقرة كما نرى جاءت كلمة بلدا منكرة، حيث لم تكن بلدا ساعتها، لم تكن وطنا ساعتها. ولما اجتمع الناس حوله حيث ماء زمزم وأصبح مقصودا للناس ومهوى للأفئدة، جاءت الكلمة معرفة في سورة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ويضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في حب الأوطان، والمواقف على ذلك كثيرة جدا في السنة النبوية المطهرة، لكن ألتقط موقفين اثنين. الموقف الأول أيها الأحباب الكرام، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، حين قص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورقة ابن نوفل ما رأى في غار حراء، فقال له ورقة: ليتني فيها جذع، يعني ليتني كنت شابا ساعتها، ساعة تبلغ الناس دعوتك، ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. وهذا محل الشاهد، إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ وهنا وقفة، سؤال منه صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الطريقة التي فيها ما فيها، حيث نشتم رائحة الألم والتحسر والتعجب: أو مخرجيهم؟ فقال له: نعم، لم يأتي رجل بما جئت بمثله إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والموقف الثاني منه صلوات ربي وسلامه عليه حينما أخرج من مكة بلده ومستقره ومرتع صباه، حيث وقف بالحزورة مكان مشرف على مكة وهو على ناقته ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. حب الأوطان أيها الأحباب الكرام له تأصيله في شريعتنا الإسلامية الغراء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وفي التاريخ الإسلامي كله طولا وعرضا، ولكن هذه إشارات وإضاءات. حب الأوطان ليس قاصرا على مجرد كلمات مبتورة أو شعارات جوفاء فارغة من معاني الحب والانتماء. حب الأوطان لا يمكن أن يختزل في كلمة
أو أن يختزل في قصيدة، أو أن يختزل في أغنية طنانة أو قصيدة رنانة. حب الأوطان عاطفة جياشة في الصدور، تلهب في الإنسان الشعور بالمسؤولية تجاه وطنه، وتحرك فيه الروح الوثابة نحو الانطلاق إلى آفاق التقدم والرقي في مجالات الحياة كلها. حب الأوطان حمايتها ممن يريدونها بسوء، وممن يحدثون فيها القلاقل والاضطرابات بأي صورة من الصور. فهناك فهناك الفكر الحرف الفاسد المفسد، وهناك الشائعات المغرضة، وهناك محاولات هدم الرموز والقادة، وهناك النيل من المؤسسات الوطنية والتشكيك فيها وفي القائمين على أمرها، وهناك التهوين من منجزات الأوطان وأسباب تقدمها ووضع العراقيل في طريقها، وهناك التهويل لبعض المشكلات وإثارة الفتن حولها. فإن هذا وغيره يتطلب من محب الأوطان بحق أن يتصدوا له بما يناسب من أدوات التحصين والحماية باللسان بالقلم بالفكر وبالسلاح إذا لزم الأمر من ولي الأمر. حب الأوطان الوقوف في وجه المتآمرين عليها، الخائنين لأمانتها، إذ إن الخائن لوطنه يرتكب أبشع أنواع الخيانة، فهو خائن لله تعالى وخائن لرسوله ولأمانات الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم تأتي نقطة أخرى من نقاط ورقة البحث، فلسفة المواطنة. المواطنة أيها الأحباب الكرام مفاعلة، مفاعلة تكون أولا بين الإنسان وبين وطنه، وهذا يقتضي أن يستشعر الإنسان حياة وطنه في قلبه، وأن وطنه الذي يعيش فيه على أرضه ويستظل بسمائه ليس مجرد طرقات وشوارع ومصانع ومدارس وجامعات ومؤسسات، لا، إنما هو كائن حي يتفاعل معه ألما وأملا وفرحا وترحا، يبادله الحب بالحب والعطاء بالعطاء والانتماء بالانتماء. وبالجملة فإن المواطنة بهذا المعنى ذوبان الإنسان في وطنه وذوبان الوطن فيه، فيسعى جاهدا قدر طاقته أن يقدم أقصى ما عنده ليسهم في دفع عجلة التقدم لوطنه نحو الأفضل. وتكون المواطنة ثانيا مفاعلة بين أهل الوطن جميعا، مفاعلة قائمة على مبدأ المساواة الذي تذوب معه أي فوارق دينية أو عرقية أو مذهبية أو قبلية أو طائفية. فالجميع في حق الحياة على أرض الوطن سواء، سواء في ظل الالتزام الكامل والتام من الجميع بالحقوق والواجبات فيما بين المواطنين وفيما بينهم وبين وطنهم. وهذا المعنى له تأصيله الشرعي المستفاد من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم نقرأ المبدأ العام لهذا التكافؤ، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنداء لعامة الناس على وجه الأرض بأن الله خلقهم للتعارف والتآلف لا للتناحر ولا للتناكر. والتعارف لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان في جو يسوده التقارب والتعايش المسالم، وهذا مبني على أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه تجاه الآخر، وهذا حق المواطنة العامة على أرض الوطن. وإذا ما اتجهنا إلى التأصيل الشرعي في السنة النبوية المطهرة لوجدنا هذا المعنى الحقيقي واقعا في أبهى صورة في المدينة المنورة، حيث كانت الوثيقة المدنية التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف ضبط العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع في المدينة، وفي مقدمتها المهاجرون والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم. وقد قام بتحليل هذه الوثيقة العلماء على مر العصور والتاريخ في بنودها كلها، ومجمل هذه البنود قائم على إرساء دعائم العيش المشترك بين جميع قاطني المدينة المنورة، وفي مقدمتها حق المساواة فيما بين الجميع المسلمين
وغيرهم. أيها الأحباب الكرام، ختاما أقول، نتيجة هذه التطبيقات العملية المعايشة الآمنة والسلم المجتمعي الذي أقره الدين الإسلامي الحنيف في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، كانت المواطنة قائمة على مظهرين أساسيين، أولهما المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المواطنين جميعا، والثاني احترام نظام الدولة من قوانين وتشريعات وضوابط ونظم تنتظم حياة الناس في شتى مناحيها، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية وغير ذلك. إنها علاقة الوطن العامة، العلاقة التي يظهر من خلالها الولاء والانتماء للمكان الذي ينعم بالعيش فيه الجميع، ويطعم خيره كل من انتسب إليه، ويستمتع بمقدراته ومكتسباته كل من تنسم هواءه واستظل بسمائه وتعفرت قدماه بغبرائه. فالوطن ملك للجميع، والدفاع عنه والحفاظ عليه واجب على الجميع. حمى الله مصر وشعبها، وحفظ الله بلاد المسلمين ورعاهم، ونشر السلام على العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي مصر وأهلها وبلاد المسلمين وشعوبهم، وأن ينشر السلام على العالمين جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عذرا الإطالة. عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، على هذه الكلمة الطيبة التي أفاض فيها عن معنى المواطنة وعقد المواطنة والحقوق والواجبات، وخاصة عندما ركز على معنى حب الوطن. والحب يعني ده شيء يعني فطري في قلوب الناس جميعا نحو بلادهم ونحو أوطانهم. شكر الله له هذه الكلمة الفياضة التي أفادت الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع. الكلمة الآن للعبد الفقير رئيس الجلسة، ولا يجوز أن تزيد الكلمة على عشر دقائق، لكن يمكن يكون أقل من 10 دقائق، ولو أن أنا رئيس جلسة يعني من حقي أن أتكلم من هنا لحد المغرب، ما حدش يقدر يقول لي حاجة. لكن أنا عندي تحذير من معالي الوزير أن تنتهي الجلسة الساعة 4، ولذلك أنا مش هطول، يعني بس بعض الخواطر التي استفدتها من كلمات السادة العلماء الذين أشرف بالجلوس بينهم على هذه المنصة في هذا الموضوع، وأنا ألخص ما أقوله في نقاط. النقطة الأولى هي ما يتعلق بحب الوطن. الحب ده يعني شيء الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقه، فأن تتولد عاطفة المحبة لشيء ما هو أمر من خلق الله تبارك وتعالى. لما يجي الإنسان يوصفه ما يقدرش يوصفه، لأنه هو أمر ذوقي، فلا يستطيع إنسان أن يصف ما يشعر به نحو محبوبه إلا باللغة، لغة الكلام لا تسعف في هذا الأمر. يعني حب الأوطان أكبر من أن تعبر عنه لغة الكلام، لأن الحب لا تعبر عنه كلمة، هو إحساس يشعر الإنسان به نحو المكان الذي يعيش فيه ونحو الأرض التي يحيا عليها. فالحب ده أمر فطري. كان الشيخ شعراوي قال مرة كلمة، وهذه الكلمة ما زالت مسطرة في الوجدان وفي القلب، يقول: لا توجد أرض تضيق بمن يعيش عليها. يعني الولد مع أمه هو أغلى شيء بالنسبة لها، لكن هذا الولد إذا وصل إلى مرحلة من مراحل حياته، إذا مرض أو مات ووصل التحلل في بدنه إلى درجة ربما لا تطيقه أمه، وتتمنى أن يدفن حتى لا تراه على هذه الصورة. فأين يدفن هذا الإنسان الذي ضاق به أهله وضاقت به أمه التي ولدت؟ يدفن في باطن الأرض، فتحتضنه وتحتويه وتتحمل ما به من أذى، لا تئن ولا تشكو ولا تطرده ولا تلفظه ولا تفرضه. فلا توجد أرض تضيق بابنها، فالأرض هي الأم الحقيقية.
وهي الأم التي تحتوي الإنسان في أضعف فترات وجوده، مش هقول حياته لأن ما بعد الحياة في يعني أشق فترات وجوده وحياته. ولذلك الوطن غالي والأرض غالية، وكما قال السادة المتحدثون بدون الوطن لا يتوجد مقومات الأديان. حتى أنا أذكر وأنا معيد في كلية الشريعة سألت أحد كبار الشيوخ الشيخ جاد الرب رمضان عليه رحمة الله، وكان أستاذ للفقه الشافعي، سألت سؤال بقول يا مولانا ما علاقة المكان بالأحكام الشرعية؟ ما احنا الله تبارك وتعالى كل فعل لا بد له من مكان يقع فيه. ففكر الرجل مليا في هذا الموضوع ثم قال، فكر كده وبعدين قال الوطن أو الأرض، العبارة بتاعته ما زلت أحفظها حتى الآن من أكثر من 40 سنة، قال الأرض أو الوطن من لوازم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي اللي هو ايه؟ مش الحكم الشرعي اللي هو الحكم السياسي، لا، الحكم الشرعي اللي هو اداء الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، الاحكام التي كلفنا الله عز وجل بها في التعبد. فقال شوف العباره، الارض من لوازم الحكم الشرعي، يعني بدون الارض لا يقام الحكم الشرعي. ما اقدرش اصلي، ما اقدرش اصوم، ما اقدرش ازكي، ما اقدرش اسافر، ما اقدرش انفق، ما اقدرش اقوم بالاحكام اللي ربنا كلفني بها في الدين كانسان مكلف من قبل الله عز وجل. فالوطن من لوازم الحكم الشرعي او من لوازم الاحكام الشرعيه التي تعبدنا الله بها. كان ولذلك احنا حتى تعلمنا في النحو فيما مضى لكل فعل زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. ما فيش فعل بيقع في الفضاء، وإنما لابد أن يقع على أرض، وهذه الأرض قد تضطهد، قد تضرب، قد يعتدى عليها من أعداء الأرض. ولذلك أوجب الله على سكان البلد أن يبذلوا حياتهم، يعني قتل النفس محرم، لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو أن يقرب نفسه بأذى إلا إذا حصل تعدي على الوطن. ففي هذه الحالة لا يكون قتل النفس محرما، بل يكون بذل النفس في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الوطن من أوجب الواجبات، ويكون ذلك من المطلوبات الشرعية التي يأثم الإنسان إذا فر منه، ويثاب أعظم الثواب عند الله عز وجل إذا بذل روحه فداء لهذا الوطن. ولا أريد أن أكرر ما قاله الله تبارك وتعالى في فضل الشهداء وفي منزلة الشهداء. هذا من ناحية حب الوطن. الأمر الثاني من ناحية عقد المواطنة، هو احنا تعودنا ان احنا عندما نريد ان نضبط الحقوق لابد ان يكون هناك مصدر للالتزام، ومصادر الالتزام اما ان تكون اتفاقية اللي هو الإيجاب والقبول بين طرفين، بحيث أن كل واحد منهم يلتزم بأمور معينة وإذا أخل بها ألجأ به إلى القضاء والقضاء يلزمه، وسيف القانون وسيف الشرطة وسيف العدالة يلزمه على أن يؤدي ما عليه، ده اللي احنا تعودنا عليه. وإما أن يكون مصدر الالتزام غير الإرادي اللي هو الخطأ، الخطأ في المسؤولية، أن الإنسان يخل بالالتزام واجب عليه قانونا أو بيفرضه عليه القانون. عقد المواطنة احنا ما بنقعدش مع بعض ونعمل عقد وبنكتبه وبنقول اننا علي كذا وده عليه كذا، لا، هو عقد أقوى. يعني أنا استمحت إلى الكلام الذي قيل في الجلسات السابقة، وإن عقد المواطنة هل هو يعني عقد يعني ما فيش، لما الفقهاء الذين قالوا إنه عقد، بعضهم قال إنه هو عقد زي جان جاك روسو وغيره وغيره. حتى الفقهاء الشريعة الإسلامية لما عرفوا عقد البيعة، لما عرفوا البيعة قالوا إنها عقد، وصفوها بأنها عقد، وقالوا إنها عقد من عقد اليد على اليد، كأنه الطرفان يبايعان الحاكم على أن يحكم بينهم بالعدل وعلى أن يقيم يحفظ مصالحهم وإلى آخره، نظير أن يلتزموا حياله بأن يؤدوا ما عليهم من الواجبات كالدفاع عن الأرض، وكذلك أيضا أداء الالتزامات المالية، وأن يحترموا النظام وأن يحترموا القانون وأن يحترموا الشرع على هذه الأرض. هذه الفكرة، فكرة العقد، هو عقد موجود. أنا استمحت إلى المفكر الكبير والصديق العزيز الدكتور البشاري لما قال إن مش معروف فيه دولة أو فكرة الدولة الإسلامية، لا، هي موجودة، موجودة منذ أن وجد الإنسان وعاش مع أخيه الإنسان على أرض معينة ونشأت فكرة الدول، موجودة هذه الفكرة. ولكن هي الفكرة في العقد إيه؟ الفكرة أنه
عقد ضمني. عقد ضمني يعني ايه؟ يعني عقد بيقام ضمنا بين الناس، فليس مثلا من شرط عقد المواطنة، ليس من شروط عقد المواطنة. اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا اهلا فضيلة الشيخ خالد، تفضل تفضل. الله، ليس من شروط عقد المواطنة ان يكون هناك عقد مكتوب، والا فان العقد المكتوب، خليك معانا يا مولانا، انت رايح فين؟ ده احنا بنتكلم كلام حلو، بنقول كلمتين حلوين نقعد. ليس من شروط عقد المواطنة ان يبقى فيه اثنين يقعدوا مع بعض ويتفقوا مع بعض، لا، ده هو عقد موجود، عقد افتراضي، عقد مفترض، مفترض يعني واقع حقيقة، بدليل ان كل من يحمل جنسية البلد يعتبر طرف في هذا العقد، ورغم انه لا تتوافر فيه اهلية العقد الطبيعي. يعني مثلا الطفل الصغير الذي ينسب الى البلد هو يحمل جنسية هذا البلد ويعتبر طرف في هذا العقد عندما يصل الى حد الالتزامات يجب أن يوفي بها تجاه الوطن الذي يعيش فيه. كذلك أيضا كثير من الأفراد الذين لا نقول إنهم أطراف فيه، لا يصلحوا أن يكونوا أطراف في العقد العادي المكتوب، هم أطراف في عقد المواطنة، عليهم لهم حقوق وعليهم واجبات في هذا العقد، فهو عقد مفترض. وطالما قلنا إنه عقد مفترض يبقى هو موجود منذ قديم الزمان. وإذا كان البعض يقول إنه ما كانش موجود في فترة معينة، لا، هو موجود، ولكن ليس بالصورة التقليدية للعقد، ولكن بصورة الافتراض، فهو عقد مفترض في وجوده وفي انعقاده، ولكن الآثار التي تترتب عليه هي آثار واجبة. طيب، وجد العقد وانعقد وقلنا إنه عقد مفترض، فما هي الواجبات التي تترتب؟ أنا شايف أهم واجب من الواجبات الدفاع عن الوطن والمحافظة على أمنه. المحافظة على الأمن إن أنا أكون على وعي، بحيث إذا حصل تعدي على حدود هذا الوطن أدفع هذا الخطر حتى ولو كانت حياتي هي ثمن دفع هذا الخطر. الأمر الثاني إن معنى الدفاع عن الوطن الآن تغير، لم يعد كما كان في الماضي. النهاردة الحروب أصبحت حروب توجه إلى العقول لا إلى الأبدان، وإحنا شايفين الخطر اللي احنا بنحاربه في ايامنا هذه هو حرب للعقول البليده التي استولى عليها البعض وحولوها الى قنابل متفجره. هؤلاء الذين يحاربوننا الان يحاربوننا بعقول خربت واستولى عليها الاعداء، وحولوا ابنائنا اللي عاشوا في وسطنا واللي بيدعوا انهم من المسلمين وانهم يطبقون شرع الاسلام وانهم يرفعون رايه الاسلام، هؤلاء المجرمون هم اعداؤنا الان. وهؤلاء هم الذين خربت عقولهم ولعب فيها أعداؤنا وحولوهم إلى قنابل موقوتة تعيش بيننا، وأخطر أنواع الأعداء هم الأعداء الذين يعيشون بينك. لما العدو بيبقى قدامك بتستطيع أن تقاومه، إنما إذا كان العدو منك وابن جلدتك ويرفع نفس الراية التي ترفعها ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أنا مسلم وأنا بحمي الإسلام وأنا بدافع عن الإسلام وهو عدو لدود لك وللإسلام، هذا أخطر ما يوجد من أنواع الحروب. فالنهاردة لم تعد الحرب حرب مواجهة في ميدان وفي مكان يلتقي فيه الجمعان، لا، ده أصبحت الحرب حروب فنية على درجات عالية من الذكاء وتستهدف العقول، فيجب أن نكون على وعي من هذا الأمر. الدفاع عن الوطن يجب أن يأخذ بأحدث وسائل الدفاع التي يبتكرها العالم، ويجب أن نحصل منها. وقول الله تبارك وتعالى وأعدوا له ما استطعتم من قوة، ليس المراد القوة هي السيف وهي الخيل الذي كان موجودا من قبل، ولكن ما يقوم مقام السيف والخيل في أيامنا هذه من أحدث وسائل الدفاع التي يدافع بها الوطن عن نفسه. الأمر الثاني المرافق العامة، من واجب المواطنين تجاه وطنهم بناء على عقد المواطنة أن يحافظوا على المرافق العامة. وإحنا بنتكلم عن حق الوطن بيعتبر من حقوق الله عز وجل، وإحنا عندنا ثقافة ترسخت في كثير منا إن إحنا نستهين بالمرافق العامة. إذا أردت أن تنظر إلى حضارة أي أمة أو إلى تقدم أي شعب، انظر إلى احترامه للحقوق العامة، شوفوا هو بيتعامل في الشارع إزاي، شوفوا هو بيتعامل في إشارات المرور إزاي. إذا أحسن استخدام الحق العام والمرافق العامة
فاعلم أنه يحترم حقوق الله عز وجل، لأن المرافق العامة هي التي يتعلق بها النفع العام للناس جميعا من غير اختصاص بأحد، وهذا هو حق الله تبارك وتعالى الذي تكلم عنه الأصوليون أو علماء أصول الفقه. قالوا الحق حق الله هو الذي يتعلق به النفع العام للناس جميعا من غير اختصاص بأحد. إحنا للأسف تذهب إلى الدول الأوروبية وإلى غيرها تجد عندهم احترام الحق العام مقدس وواجب عنده، رغم أنهم لا يعرفون تقسيم الحق إلى حق الله وإلى حق العبد. أما عندنا فأنا الحقيقة عندما أنظر إلى ثقافة التعامل مع الحق العام أجد أن هناك خللا كبيرا في التعامل مع هذه الحقوق. ولعلنا ننظر إلى واحد يحب يسرق من الشارع نص متر عشان يوسع البيت بتاعه، وأرى رجلا يبني قصرا في قريتنا فيجور على الطريق ويأخذ نصفه حتى يوسع قصره ويضيق الطريق على المارة وعلى الناس وعلى المسلمين وغير المسلمين. هذا خلل في التعامل مع الحق العام. كذلك أيضا الالتزامات المالية، من الواجب أن يلتزم الإنسان تجاه بلده بالحقوق. أنا طولت في عن 10 دقائق، ما أنا قلت أن أنا رئيس جلسة ومن حق الرئيس أنه هو يتكلم. دقيقتين بس ما هو فيه حتتين كنت عايز أنبه عليهم. المهم الواجبات الدفاعية، احترام المرافق العامة، احترام حقوق الأجيال القادمة. إن إحنا لما بنبني من واجب أي أمة إنها تبني الأجيال القادمة. إحنا لما طلعنا لقينا خيرات موجودة، لقينا طرق موجودة، ولقينا مدارس، ولقينا مستشفيات وإلى آخره. ومن حق الأجيال القادمة تعليم، من حق أبنائنا، لأن الحق العام من خصائصه الدوام والاستمرار وعبور الأجيال من جيل إلى جيل. وبالتالي ليس من حقوق الوطن، ليس من حقوق الله عز وجل إن من أن أترك الأجيال القادمة من غير أن أعد لها العدة، لأن الله قد جعل الإنسان خليفة يخلف الخلف السلف ويأتي الأبناء بعد الآباء. وبالتالي من واجب الآباء ومن واجب الحاضرين أن يتركوا للأجيال القادمة ما تظل حياة هذا الوطن به قائمة. فلا يجوز أن نستهلك كل شيء ثم نقول اللي يجي بعدنا يبقى يعمل. لا، يجب أن يكون الاستخلاف الذي أوجد الله الإنسان من أجله قائما من خلال حق الوطن أو حق المواطنة أو عقد المواطنة. لابد أن تجد الأجيال القادمة مما خلفناه ما يمكنها من أن تستمر حاملة للرسالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. برضو احترام المرافق العامة. طبعا عايز أقول أن الضمانات بالنسبة للمواطنين بقى الحقوق مضمونة، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والدولة مأمونة الجانب. ما فيش دولة بتقعد بمواطنيها أبدا. جانب الدولة مأمون لأن السلطان ولي من لا ولي له، وجانب الأمن عند الحاكم مأمون لأن الحاكم ما ولي الحكم إلا ليقوم على رعاية مصالح الناس. فالله تبارك وتعالى يفطره ويضع في قلبه ما يقيم مصالح البلاد ومصالح العباد بالفطرة وبالجبلة. وإحنا عندنا مثل بنشرف به ونفخر، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ندعو الله تبارك وتعالى أن يقويه وأن يشد من أزره وأن يبارك فيه. هذا الذي يصنعه في مصر ربما لا يصنعه الإنسان في بيته وفي ملكه الخاص وفي أهله. هذا الذي نراه الآن هو عهد جديد، هي جمهورية جديدة بالفعل، هو وطن جديد يبنى من جديد بالفعل على يد هذا الرجل. ندعو الله تبارك وتعالى أن يشد من أزره وأن يمده بمدد من عنده وأن يبارك فيه وأن يرزقنا حب بلادنا وأوطاننا وأن يوفقنا للوفاء بالتزامات بلادنا علينا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنيه أبو ستيت، يلا تفضل يا شيخ هارون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من دولة تشاد، مرافق للرئيس الوفد. مداخلتي، اسمحوا لي قبل المداخلة أتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أتقدم بجزيل الشكر لوزير الأوقاف، والشكر كل الشكر والتقدير كل التقدير لمؤسسة العريقة الأزهر الشريف الذي درست فيها. وبالمناسبة أستاذي الذي درسني في الشريعة والقانون الدكتور عبد الله النجار، كما أتقدم بهذا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الذي يحصنا ويحص دائما أبناء المسلمين على حب الوطن وعلى المواطنة وعلى الوسطية. وهذا شيء الذي خلاني أنا فرحان جدا. والنقطة الثانية التي هي أنا أتداخل فيها، كان بالمناسبة موضوع رسالتي في الماجستير في المواطنة ووسائل حمايتها في الشريعة والقانون. لي تجربة، سمعت كلام الآن أن هناك الجيش المصري العظيم خير أجناد الأرض يتحدثون في المواطنة، وزارة الداخلية التي كنا نحن هنا وكانت في حمايتنا أيام الثورات وأيام الانفلات الأمني. كذلك وجدنا ماليزيا الدولة التي لها هدف كبير ولها إنجازات كبيرة من ناحية المواطنة. ولكن هي تجربتي ماذا أريد أن أوصله، أنا ذهبت إلى المعرض القاهرة الدولي للبحث في هذا الموضوع، فلم أجد إلا قليلا من هذا الموضوع بخصوصا المواطنة الحديثة. ما ذهبت مكتبة تلو مكتبة، والبسأله كل بقول المواطنة، فبسأل بجد حد شخصي موجود بقول له المواطنة، والمواطنة إيه؟ والله بأمانة بقول لي والمواطن الوطن، عندك وطن تعرف، عندك حق أنت تعرف. فبديت أنا بديت بتكلم بس لأي الذي أطلبه منكم هو نفس الكلام اللي نسمعه منكم في المؤتمرات هذا الجميل، وهذا الذي سمعته الآن الذي أبهرني. نريد أن يكتب، نريد أن يكون في المؤتمرات الدولية، يريد أن يكون في ندوات، في محاضرات، حتى ترسخ هذه المواطنة التي شربناها من الأزهر الشريف، تعلمناها من سادته على يدي عبد الله النجار ورفاقه. وجزاكم الله خير، وكما أتمنى مساعدتكم للبحث. ما فيش عايزين ما عندكم من البحوث، ما من التوجيهات، نريد مساعدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا شيخ هارون. هارون ده تلميذي ومسجل برضو في عقد المواطنة، فربنا يوفقه إن شاء الله ويعمل الموضوع كويس في المواطنة. في أي مداخلة ثانية يا أستاذ الحضور؟ طيب، بقي من هذه الجلسة تعقيبات السادة المحاضرين، فليتفضل سيادة اللواء أيمن يعني في دقيقتين كده. لو بس التعقيب على زميلي من تشاد، يعني ان ده طبعا يعني جزئيه ان ما فيش حاجه كتبت عن المواطنه، فده طبعا بيؤكد ان انا كلامي ان انا وجهت الشكر لوزاره الاوقاف على اختيارها العبقري لهذا الموضوع، ان هو يكون موضوع مؤتمر هذا العام. فمره ثانيه بنشكر وزاره الاوقاف على اختيارها وتبنيها لهذا الموضوع، وان شاء الله يصدر على المؤتمر دوت، يصدر بقى تلاقي ان شاء الله السنه الجايه حاجات كتير في جناح وزاره الاوقاف في معرض الكتاب ان شاء الله. شكرا. سيادة الدكتور مقدم محمد عادل، ممثل وزارة الداخلية. في الحقيقة بس أنا حابب أن أنا أرد على الأخ الكريم اللي من دولة تشاد. ولو حضرتك رحت معرض الكتاب الدولي وحاجة زرت الجناح بتاع وزارة الداخلية، هتلاقي فيه أبحاث كتيرة ومراجع معمولة عن حقوق الإنسان، وبأن احنا بنتكلم عن حق المواطنة، فطبعا حق المواطنة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. فأتمنى يعني لو حضرتك كنت نورتنا أو حابب تطلع على مراجعة إن شاء الله نقدر نساعدك فيه. بالنسبة لي آخر كلمة حابب أن أقولها، إن وزارة الداخلية في الحقيقة بتهتم اهتمام كبير بتوجيهات من السيد الوزير في مجال حقوق الإنسان، وده ظاهر يمكن من تطوير العمل داخل أقسام الشرطة ودور قطاعات النوايا في الوزارة زي قطاع حقوق الإنسان اللي بيستقبل شكاوى المواطنين وبيرد عليهم على طول، زي دور أكاديمية الشرطة إن أصبحت مادة حقوق الإنسان بتدرس كمادة أساسية في جميع السنوات الدراسية بما فيهم طلبة كلية الحقوق
التي تم إلحاقهم من منذ سنوات قليلة، بيدرسوا مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية ليهم داخل الأكاديمية. بالنسبة للإنجازات الكثيرة طبعا للوزارة، بيظهر في القطاعات المختلفة زي الأحوال المدنية وفي تقديم الخدمات الجماهيرية لتسهيل على المواطنين بالنسبة للخدمات اللي تخصهم. آخر حاجة أنا حابب أقول إن المواطنة الدستور المصري ذكرها في مكانين، المادة الأولى من الدستور والبند رقم 4 في باب الحقوق والحريات، وده بيدل على اهتمام الدستور المصري بحق المواطنة كحق من الحقوق الأساسية للمواطن. وأشكر لحضراتكم حسن استماعكم. شكرا. شكرا سيادة المقدم محمد عادل على هذا التعقيب الطيب. الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، تفضل. أنا بس عايز أقول للأخ العزيز الدكتور هارون إنك أنت ممكن ترجع لدار المعارف، فيها كتب كثيرة عن المواطنة، ممكن ترجع لمكتبة نهضة مصر هتلاقي فيها عن المواطنة، وفي بحوث كثيرة جدا في وزارة الداخلية عن فكرة المواطنة، فدي مؤكد يعني الثلاث حاجات دي. لو والمؤتمر بحوث المؤتمر ده مجلدات، هتجد مجلدات فيها، فدول نعم. يعني كافلين يعني نعم. الحاجة بس اللي أنا عايز أتكلم فيها إضافة بس إلى ما سبق، يعني إن لولا المواطنة ما كان تحقق الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي. التحقيق الأمن بمفهومه الشامل اقتصادي سياسي أمني كل ده تم فعلا بتحقيق المواطنة في مصر. مش معنى كده ان الحاجات دي اتحققت احنا بقينا خلاص في مأمن، الحقيقة لا، احنا مش في مأمن، احنا لازلنا حتى هذه اللحظة في مؤامرات تحاك من الخارج ومن الداخل بهدف فعلا يعني وقف عملية تأصيل المواطنة، لان لما يتم وقف تأصيل المواطنة معناه ان النعرات السياسية والحزبية والطائفية بتظهر فبتضيع المجتمع. أشكرك. شكرا. شكرا بارك الله فيك الأستاذ الدكتور وجدي زين العابدين رئيس تحرير جريدة الوفد. السيد الدكتور لقمان عبد الله مفتي ماليزيا. شكرا. في قضية قلة من كتب في هذا الموضوع، يمكن أن أنصحكم أن تطلع أيضا إلى بحوث قدمت باللغة الإنجليزية وهي كثير. أنا درست في بريطانيا منذ زمان، يعني نجد بعضهم كتب في هذا الموضوع كثير، يمكن تطلع على بالإنترنت في لندن وفي إدنبرو في برمنغهام، كثير من كتب في هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا فضيلة المفتي الدكتور لقمان عبد الله. الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر. شكرا أستاذنا الدكتور عبد الله، وشكرا للمنصة الكريمة. وفي الحقيقة أؤكد على ما ذكره أستاذنا الحبيب الدكتور وجدي رئيس تحرير جريدة الوفد على أن المواطنة فعلا ضمانة حقيقية، ضمانة حقيقية لأن يعيش المجتمع كله في أمن وأمان وسلم وسلام. المهم أن يكون هذا المعنى واصلا إلى الجميع، يعني لابد أن تكثف الدورات وأن تكثف الندوات وأن تكثف اللقاءات والمواد الإعلامية ليعرف هذا المعنى، معنى المواطنة، كل الناس، ليس المثقفين فقط وإنما ليعرفه كل الناس. وهذا يعني دور الإعلام ودور المؤسسات بأكملها. في الحقيقة كانت هذه الورقة البحثية التي تقدمت بها بتكليف من معالي وزير الأوقاف بارك الله فيه، حب الأوطان وفلسفة المواطنة، رؤية تأصيلية عصرية تأصيلية في ديننا الإسلامي الحنيف، لأن كثيرا من الناس يرفض هذه الفكرة وكلنا يعلم ما نقصد. كثير من الناس الذين يريدون تخريب الأوطان يرفضون فكرة الوطن والمواطنة. كانت هذه الورقة موضحة أن هناك تأصيلا شرعيا في القرآن الكريم
وفي السنة النبوية المطهرة لمعنى الحب للأوطان ولمعنى المواطنة. شكر الله لكم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا المؤتمر في موازين حسنات من قام عليه. شكرا لكم. شكرا سيادة العميد الدكتور عوض إسماعيل على هذا التعقيب الطيب.